ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين في استوديو 90 90، احمد خيري وداليا الخطيب، ومعانا النهارده بقى ضيف عزيز جدا معانا، الكاتب والمؤلف الاستاذ محمد عدلي، هيكلمنا عن مسلسل يحيى وكنوز. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ محمد. دكتور دكتور امشي امشي والله على اللي عامله فعلا في الجزء الثالث ده، واخد دكتوراه هنفهم ليه طبعا الهوايه المصريه بالظبط. امشي. قول لنا بقى حضرتك، فكره الاجزاء المتتاليه ليحيى وكنوز جت لحياتك ازاي؟ قبل اي حاجه كل سنه وانتم طيبين. انا مبسوط جدا ان انا معاكم، نورتنا. يعني انا بشكل خاص بطمن جدا لما بيجي لي جمله واحده، فكره ان الجزء ده احسن من الجزء اللي قبله. كل ما بسمع الجملة دي بعتبرها مبرر ان احنا نستمر، ان احنا نقدم حاجة تانية. انا متهيالي اصعب حاجة على صانع دراما بيقدم اجزاء مختلفة ان هو يتقال له بس اللي فات كان احلى. الجملة دي بالنسبة لنا كابوس، ان انا اعمل حاجة فيتقال لي هي حلوة بس احنا اتبسطنا السنين اللي فاتت اكتر. فبحمد ربنا ان كان حظنا كويس وتعبنا، يعني جه في محله. في الجزء الثاني والجزء الثالث، كان الجزء الثاني كان بيتقال لنا الجزء الاول كان احسن، الجزء الثالث بيتقال لنا ان هو كان احسن من الاجزاء اللي فاتت. فكره الاجزاء المتتاليه بالنسبه لنا هي اعتقد ان هي خطه بدأ من عند الشركه المتحده تحت مظلتها، بتنتقل بعدها الى صناع المسلسل، استاذ محمد المخرج وانا واستاذ علا واستاذ اسلام، الناس القائمين على الموضوع من بدايه من الاشراف للاخراج للجرافيك. ان احنا كل سنه انا بتعامل مع ان الجزء اللي قبل الجزء الجديد هو بيخدم على الجزء الجديد اللي بنقدمه. صحيح. بيخلينا نكتسب ارض جديده. بيخلينا نبقى اكثر جرأة على التعامل مع مواضيع تبدو ان هي ساعات كانوا بيسموها حساسه، فكره ان احنا نتكلم او نشتبك مع مواضيع انا شايف ان هي ضروري جدا لزياده الوعي، ضروري تكون الطفل الصغير اللي بيلاقي بدايل من منصات كتير لأعمال مدبلجة لأعمال مش شبهنا لأعمال بتحاول تقدم مفاهيم مش بتاعتنا، نجذبهم لثقافتنا. فبالنسبة لي أول جزء كان هسميه جس نبض، يعني هسميه فكرة إن إحنا بنعيد فكرة الأنيميشن لمصر بعد غياب سنوات كبيرة، إن إحنا نتقبل فكرة تقديم الحضارة المصرية القديمة بطريقة موثقة 100% جوه دراما، لأن هي كانت فترة حساسة جدا بتاعت الجزء الأول. بعد كده رحنا للجزء الثاني كان اسمه سر البردية، ده بمناسبة الأجزاء. يعني سر البردية ده كان بيتعامل مع الفن المصري القديم، وبيتعامل مع فكرة ماهية اللغة المصرية القديمة، يعني اللغة المصرية القديمة مرت بأكتر من مرحلة وليها أكتر من شكل. وتكلمنا عن الفن عند المصر القديم، اتكلمنا عن الأدب عند المصر القديم، الحكايات الأسطورية اللي اتخذت في العالم كله، فكرة الملاح الغريق اللي بعد كده بقت مثلا سندباد، الحواديت اللي كانت موجودة. السنة دي أنا بعتبرها يعني تكليل بقى المجهود السنين اللي فاتت، فكرة التعامل أو الاشتباك بشكل واضح مع مفهوم الهوية المصرية. بس أبو حميد وسمحت طبعا أقول لك أبو حميد، احنا أصدقاء طبعا يا حبيبي، القماشة اللي انت بتكتب بيها والفكرة اللي انت بتكتب بيها مدياني مساحة ان لسه في اجزاء تانية كتير ان شاء الله، يعني كتير ممكن وانا بتفرج مع اولادي يقول لي ايه هو استاذ محمد بيبني الهوية من بدري وصولا لاجيالنا، اكيد في اجزاء هتعاصر اجيالنا. انت حتى وانت بتحكي دلوقتي افتكرت كلام ابني، ده ممكن مع الوقت هو بنى خلاص التاريخ رايح معايا للحاضر وممكن معايا يروح للمستقبل، فانت القماشة واسعة قوي انك تروح لاجزاء كتير. احنا بنحاول نعمل ده، عشان كده قلت لك ان كل جزء بيجرأنا اكتر. السنة دي في حاجات لسه كمان ما تعرضتش، بس احنا بنتعامل حتى مع الذكاء الاصطناعي. بنتعامل بشكل صادم. يعني الحلقات اللي جاية انا لسه كنت بقول لخيري ان هو عامل ابديت قبل ما حيكون عامل ابديت مع دماغ الاولاد اللي بيدوروا على الحاجات دي على المنصات التانية، فهيدك عامل لهم او واصل معاهم للايه عايزين نقول اللي هو دماغ الولاد دلوقتي بقت زي زمان، ما بقتش المسلسلات الكرتون والاطفال ما بقتش دماغ الولاد عايزه الحاجات اللي حضرتك تتكلم فيها دي، نعرفهم تاريخنا، نعرفهم ثقافتنا، نعرفهم وصلنا للذكاء الاصطناعي فاحنا بنتكلم عنه في مسلسل خاص بالاطفال عشان نثقف ولادنا. الموضوع ما بقاش
مجرد مسلسل اطفال ولاد بيتفرجوا عليه. كان في زميل هيدك ماشي معاهم خطوه بخطوه زي ما خيري قال، فممكن نوصل معاهم للزمن الحالي. هو ده المطلوب. يعني كان في زميل بيقول لي ازاي قدمت قصص معقدة شوية لطفل عنده 10 سنين. بالظبط. السؤال ده كان ممكن نسأله من 30 سنة. بالظبط. اللي جيلنا احنا. لكن احنا برافو عليك. انا بتعامل دلوقتي مع اللي عنده 10 سنين كأنه عنده 17 سنة. طفل منفتح جدا ومتطور جدا. جيل غير جيلنا تماما. بيجي يسأل أسئلة ما تعرفش ازاي جت على باله. السوشيال ميديا. يعني بالظبط كده. فبالتالي أنا لو ما تعاملتش إن الجمهور بتاعي ذكي جدا، ما بيتلقاش المعلومة ويقول أمين عليها، ساعتها هننجح. وخاصة أن جمهورك ده أصعب جمهور. جمهور ما بيجاملش. بالظبط. الكبار أحيانا ممكن يجاملوا، يقول صحيح. لك الحاجة هايلة، الحاجة كويسة، لاعتبارات كتير قوي، اعتبارات صداقة واعتبارات حاجات تانية. لكن طبعا. الطفل الحاجة ما عجبتوش هيقلب. وبعدين الطفل هو المتحكم الأول والأخير في التلفزيون في رمضان في أي بيت. مش عايز كذا مش هيحصل. صحيح. لا الاب ولا الام بالمناسبه. صح. يعني هو متحكم في كل حاجه مش في التلفزيون. يعني بالظبط. فلو هو ما عجبوش هيقول لا انا مش عاوز، هتقولي كذا اللي بيتعرض في نفس الوقت. طيب بعيدا عن اي حاجه، اكثر تفاعل حضرتك شايفه على السوشيال ميديا فين؟ والله الحمد لله على يحيى وكنوز تحديدا. هي المنصات كلها عليها تفاعل كبير. يعني احنا كل يوم بنقوم كصناع المسلسل على بوستات على بوستات هايله، حاجات تفرح وحاجات وتفاصيل الناس بتاخد بالها منها، وفلسفه في المقصد بتاعنا ان هو وهو بيكتب او هو بيقدم الصوره دي كان قصده كذا، حاجات بتفرح لان ممكن انت تكون بتعملها بطريقه عفويه او بطريقه وسط اندماجك في الشغل ما خدتش بالك منها، فلان خد باله منها. بالنسبه لنا اكس هو بالنسبه لمتابعه حضرتك سابقا، في تفاعل قوي جدا 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 على يحيى وكنوز. بوستات عميقة جدا، فاهمة، بتتدخل، بتشتبك مع التفاصيل، مع الصورة، بتحلل كل مشهد، بتتعامل مع المشهد كلامه، يعني بتكتب الكلام. ده نجاح على فكرة تويتر بالذات. الحمد لله. تويتر بالذات مختلف تماما. أو رواده يعني مختلفين تماما عن فيسبوك. ده نجاح كبير طبعا. وعن انستجرام، بس طبعا فيسبوك موجود، انستجرام موجود. يعني وطبعا التغطية الإعلامية الهائلة للجرائد الخاصة بالشركة المتحدة، فبرضو دي حاجة من الحاجات اللي مخليانا احنا مبسوطين جدا. هو نجاح اللي عمله ابو حميد، هو صراحة اللي عامل ده، لان يعني اعرف محمد على مستوى الشخص ده ليه، هو مش بياع، يعني هو ما بيبيعش شغله، هو بيستنى شغله هو اللي بيبيع نفسه، فكونه موجود ومبسوط كده يبقى هو الشغل فعلا فارق نفسه، ويكون موجود في كل الجرائد وفي كل وسائل السوشيال ميديا. دي حاجة بتبسطني جدا، لان انا بحس ان احنا يعني هي منظومة. احنا بنعمل اللي علينا جدا، وزي ما انت قلت بالظبط كده، يمكن انت عشان عارفني انا ما بعرفش اطلع اقول بالزبط. يا جماعه تزوق شغل، ما بعرفش اعمل ده، فالحمد لله ان لا في تفاعل، في تفاعل كويس جدا، في تغطيه اعلاميه، انا بشكر الشركه المتحده جدا عليها. يعني طيب في جمله كده ليها حكايه مع حضرتك اقولها لك؟ يلا. والعمر الحق، فان العادات والتقاليد المصريه القديمه التي تضرب باعراقها في جذور ما قبل الاسرات تورث حتى الآن جيلا بعد جيل، رغم أنها تحارب بشتى الطرق وأحدث الإمكانيات. إيه حكاية الجملة دي معاك ووصلتك لإيه؟ الجملة دي هي اللي وصلتني للجزء الثالث، أرض الحكاية. ما إحنا شاطرين هون، إحنا جبنا الجملة دي. طبعا طبعا. لا، وهو طريقة إلقائك صراحة اللي حلت الجملة. أنت عارف أنا بتاعت الحكاية. جالية مزيدة روعات وي وي، فإنها هتقولها بالإتقان ده، لا الصراحة لازم نوقف ونحط خطين. صراحة حق ربنا. نتعلم منك ده بجد والله. الجملة دي كانت في موسوعة مصر القديمة الجزء الـ 14 لسليم حسن. الجملة يعني إحنا علشان نتكلم عن الجزء الثالث قعدنا فترة، طب هنقدم ايه، هنقول ايه، يعني هنوثق تاريخ ملوك وملكات مصريين قدماء، ماشي، طب الولاد هيفهموا ده؟ أنا اكيد سألت نفسك السؤال ده بالظبط. وانا في حاجة كمان، انا على المستوى الشخصي بما اني صانع دراما ما بحبهاش فكرة ان احنا نتحول لكتاب تاريخ او درس تاريخ. لا، انا لا كتاب تاريخ ولا درس. انا دراما. انا بقدم حاجة في المقام الاول مسلية وممتعة، ثم بيجي التوثيق الجيد جدا والموثق 100%. طب لو انا قررت استسهل واقدم ملوك فقط، يعني ان انا اجيب فلان واتكلم عنه وعن فترته، طب ما هو الناس هتحس ايه؟ حلو بس والولاد هيفهموا ايه بالظبط؟ حلو جميل، استفدت سرد حلو جميل ومش مشكلة، بس ما فيهوش حاجة. لكن ما فيهوش حاجة. فالجملة دي
انا رغم ان هي مكتوبه من سنين طويله جدا انا حسيت ان هي مكتوبه من سنه او من اتنين انيه قوي. اه حسيتها مكتوبه بعد محاولات كتير قوي لسرقه حضارتنا وتزييف التاريخ واثبات حاجات ساذجه جدا ان التاريخ المصري القديم يخص او الحضاره المصريه القديمه تخص شعوب اخرى. يمكن لا يعني انا دايما بقول ايه احنا الحضاره المصريه القديمه تهم شعوب الارض كلهم لكن تخص الشعب المصري وفرق كبير قوي ما بين تخص وتهم. طبعا اي حد ممكن يجي يدرس ويتعلم صحيح. ويحب بلدنا لكن هي تخص مين في النهايه؟ تخص اصحاب هذه الارض. فالجمله حسيتها شبهنا جدا وشبه الفتره التحديات اللي بنعيشها دلوقتي. حتى انا في المعالجه كنت كاتبها مدخل الى فكره الجزء الثالث ارض الحكايه اللي بنيت بيها. انا بنيت انا بيها. انا هكمل معانا بس المستمعين برضو ما يروحش لاي اذاعه ثانيه يسمع الماتش. كرواتيا تعادل دلوقتي في الدقيقه 22 يا رب. بقى 1-1 بس عندي امل لوقت المنتخب كده وللتشكيل ان شاء الله هنكسب باذن الله يا رب. طيب من الجمله دي حبيت تقول بقى تيمة الجزء الثالث بالظبط كده وهبني عليها بقى صح. لمحت انك بتأصل شويه وبتاكد على الهويه المصريه جوه ولادنا وده احنا محتاجينها جدا ومتعمل بشكل درامي كمان بتبقى اسهل في الوصول. خدت من الجمله دي واشتغلت على الجزء الثالث. بدات المعالجه بقى ايه ان انا اشتغل على الهويه دي ازاي؟ بدانا نتعامل مع فكره دراميا كان لازم نوجد حبكه تليق على فكره ان لصوص الحضاره موجودين عبر التاريخ صحيح. لا هم النهارده ولا امبارح بالعكس هم لصوص ولا مشوهين؟ الاثنين. اللصوص انت اللص مش لازم يسرق قطعه ثمينه طبعا. هو اللص مو بيبقى في لصوص اذكياء اكتر بيبقى عندهم رغبه وهدف ان هم يسرقوا التاريخ بتاعنا طبعا. فالكلام ده بيحصل من اول المصري من الاسر المصريه القديمه طبعا. كان في ناس بتسرق لحد اللحظه اللي احنا فيها دي كلها. فتعاملنا مع الجزء ده ان في عصابه في منظمه المنظمه ديت هدفها الاول والاخير ان هي تستغل يحيى بما انه حارس لبوابه الزمن انه يرجع لبعض العصور يزرع فيها حاجات معينه ونرجع للعصر الحديث تاني يتم اكتشافها ويتم تقديمها اعلاميا على اعتبارها اكتشاف عظيم بيثبت ان الحضاره المصريه القديمه بتنسب لناس تانية. وبنشوف بقى ازاي يحيى قرر ان هو يقف قدام المخطط ده. بنقدم نماذج كتير يعني انا عندي السنه دي من اقرب الشخصيات ليا سعيد الفضولي الشخصيه اللي هو زعيم العصابه. ده شخص بيحركه دوافع مش شريره بس يعني هو بيتحرك على اعتبار ان هو محتاج فلوس ولقمه العيش وكده فقرر ان هو يساعد العصابه. عندنا نموذج تاني اللي هي مدام جميله دي مفروض ان هي حد يعني متخصص في الاثار وبتاع بس هدفها اعلى من كده. هي عندها ليها هدف ان هي توصل لمكانه عالميه بمساعده المنظمه الشريره دي على مستوى العالم. طب تمام. مقابل ده ايه؟ مقابل ده ان هي هتساعدهم في اللي هم عايزين. وسط الحدوته دي كلها بقى وثقنا ملوك يمكن ما بيتقالوش كتير في الشارع زي بسماتيك الاول. بسماتيك الاول اتكلمنا عن عصور جديده، اتكلمنا عن اليوناني القديم اللي هيبدا يعرض الفتره اللي جايه، اتكلمنا عن الفتره الاسلاميه وازاي مصر كانت بوابه تحطم عليها احلام التتار ان هي تكمل وتبيد الدول العربيه والدول الاسلاميه كلها اللي هي معركه عين جالوت. اتكلمنا بشكل واضح وهي دي الهويه. لا عموما المسلسل حاجه ثريه جدا يعني انا بحس ان هو مش مسلسل اطفال يعني انا بحب اتفرج عليه جدا مش مجرد ان الطفل بس يعني في حاجات بالنسبه لي انا وانا محبه جدا للتاريخ والهويه المصريه يمكن عملت برامج عن في الموضوع ده بس في حاجات كانت بالنسبه لي جديده فعلا زي ما حضرتك بتقول. فهو المسلسل ممكن نقول ان هو مسلسل الاسره كلها مش للطفل بس لان هو في معلومات كتيره كبيره. وده هنسيبه للمدققين التاريخيين اللي معانا بصراحه عملوا دور رائع الدكتور خالد غريب ودكتور ابراهيم غريب حريص ان يكون عندك مدققين كده ده لازم. انا دايما بقول لهم انا اللي شغال معاكم مش انتوا اللي شغالين معايا صحيح يعني صحيح. الحواديت ده حلو ده بينجح جدا ده ضروري لان هم بالنسبه لي صمام الامان. ولما كانوا بيعترضوا على حاجه يعني السنه اللي فاتت كان في حاجه دراميه هم اعترضوا عليها انا كان معايا المفروض الملك خوفو وهو صغير دراما فكان في الدراما ان هو يعني هيتم خطفه بطريقه ما من العصابه قال لك بس ده لم يثبت فبلاش اصل هو خوفو مسك حتى لو هتخدم دراميه قال لك لا لم طالما ملك لم يثبت ان هو في كل حياته حصل له كذا
خليناها صاحب الملك، صاحب خوفه الطفل بالظبط مش الملك. وبناء عليه انا دايما ماشي وراهم في الحته دي، لان احنا بنعامل جمهور لو خد معلومه خاطئه حاجات كتير قوي هت، وخاصه ان كتير من المعلومات دي هي موجوده في كتب التاريخ اللي بيذاكروها على مر المراحل الدراسيه بتاعتهم، فهو حتى هيبقى انت بتذاكر له يعني بتذاكر له تاريخه اللي بياخده بس بطريقه اسهل. برافو عليك. بالنسبه له كده اسهل ما يقعد يقرا في الكتاب طبعا. وكمان متصيدين بقى السوشيال ميديا بقى، اللي هم الناس اللي بيجيبوا حاجات ويقول لك شوف اهو غلطنا هنا وعملنا دول، مش عندنا احنا بس، في حي كنوز اعتقد ان هم بقوا موجودين في كل حته دلوقتي، فاحنا برضو بناخد بالنا على قد ما نقدر يعني. واحنا لسه مكملين معاكم مع صديقنا العزيز الكاتب والناقد طبعا والمؤلف استاذ محمد عدلي يحيى وكنوز. موضوع كبير جدا وفي مفاهيم كتير، وفي حفاظ على الهويه زي ما احنا قلنا، وفي الماتش 1-1 احنا مكملين معاكم في كل الصراحه. ان شاء الله هنرجع لكم بالجون الثاني بالظبط ان شاء الله باذن الله. نروح نطمن على حاله الجو ونرجع نكمل معاكم مره ثانيه. ولسه مستمرين معاكم في استوديو 90-90 احمد خيري وداليا الخطيب، ويعني مش قادره اقول لكم اتعامل فيا ايه في الفاصل سالي الماتش وقاعدين يتخانقوا معايا على اللبس بتاع العيد. ايه يا جماعه لبس يعني العيد اللي ينزل يجيبه الراجل العزيز محمد عدلي ومعانا امير استاذ محمد رايك في الموضوع ده؟ كل الناس ضد داليا، هي مش عايز تقول ده ان الست هي اللي تنزل تجيب. ناخد راي استاذ محمد، مين اللي ينزل يجيب لبس العيد؟ اقول ولا ايه؟ انا بالنسبه لي قول واستحمل. هي انا اعتقد ان الست اقرب لاولادها بشكل بطريقه او باخرى يعني، او انا يمكن كنت قريب لامي يعني بحس كده، فبالتالي انا هرتاح اكتر لو هي اللي نازله معايا. وممكن الست كمان صبوره اكتر. عندك انت كلام والحلاوه راجل موزون. احنا لو قلنا دلوقتي الدنيا تبقى زحمه قوي نفس الكلام. شفتي؟ انت مغششه. شفتي؟ والله ما قلت له. والله ما قلت له. فطبيعي ان ده هي تنزل مع الاولاد تجيب لبس وتنزل معاه هو. حضرتك برافو عليك. بس حضرتك برافو عليك. تجيب الصيفي وبتنزل تجيب الشتوي، بس في موسم العيد يعني في رمضان دي تبقى زحمه، طوابير كتير على الكاشير، طوابير كتير على الفيتنج روم، يعني دي تبقى الدنيا بهدله على الست مجهود. على فكره الناس بتفطر بدري، انزلي بدري شويه مش لازم لا اخر يوم تلاقيها. لا بتفطر بره اليوم ده عشان يلحقوا يدخلوا المحلات يعني، فما هو من دلوقتي حاجه الدنيا زحمه جدا. فليه بقى الراجل ما يعملش حركه جدعانه كده؟ ايوه الساعه كده ست يلا يا انا هنزل اجيب لبس العيد. لا مش هيتخانقوا لا لا معظم الرجاله خلقهم زي ده. بمناسبه يحيى وكنوز دلوقتي في شخصيه قويه وهويه مصريه وهو اللي بيختار عايز يلبس ايه. طبعا طيب فخلاص الموضوع هيبقى مريح. وبعدين خلي بالك الولاد مش هتقدر تكح معايا. مش هتكح معايا بس مش هياخدوا. اقول لك حاجه، هيجيبوا اي حاجه وخلاص عشان يخلصوا من قرفي ودوشتي، وهيرجعوا البيت هيشيلكوا انت الهم. بابا ده احنا جبنا خلاص. هتعملي انت ايه بقى؟ هنشتري تاني؟ انا اقول نشتري تاني. انا بديك لقدام. هتنزلي انت ترجعي الحاجه وتقفي في نفس الطريق. لا ما برجعش حاجه. لا 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 في فكره بالعكس. الراجل يدفع. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا فندم. الموضوع مش موضوع فلوس طبعا. طب خلاص حلو قوي يعني مش قوي يعني. طلب من ثاني بعرف عليه شويه كده تعكسها يقرب كده من ولاده. الموضوع موضوع الفلوس. هنرجع لموضوع الفلوس تاني. لا يقرب من ولاده اليوم ده كده ويحتضنهم ويبقى على فكره هو متبري بينهم طول رمضان. ما هو معاهم طول الوقت. لا لا اوعى تقول الكلام ده يعني يعمل معاهم حاجه ثانيه. انا هدفع وانت اختاروا اللي انتوا عايزينه. وبعدين قلت لك كمان استاذ محمد ايه في البدايه، ان انا كمان هديك فلوس تجيب لنفسك. ما انت من ضمن اولادي. خدمه خمس وليه ما تجيبش كده وتفاجئني؟ المقاس مش هيبقى مظبوط. الوان مش هيبقى مظبوط. مقاس مراتك يا رب تكون سامعانا. سامعه. ولو ده حصل تفتكر الست هتبقى مبسوطه؟ طبعا. لا 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 انا لما جوزي بيجيب لي كادو ببقى بس انا بحس العكس، ان الست دايما ذوقها والكادو والهديه حاجه ولبس العيد حاجه ثانيه. ودايما شايفه ان ذوقها احسن. لا مش عارف. ودايما هي شايفه ان ذوقها احسن. فهي اللي لازم تسوق الحته دي. لا خالص. ليه؟ في رجاله ذوقها احلى. مش هتقنعيه خلاص. ما شفتش انا ده واضح كده من اراء المستمعين اللي مش هنقولها دلوقتي بس هي معانا. ان شاء الله انت خسرانه النهارده. ان شاء الله مش عارفه ليه النهارده رجاله كتير في الاستوديو يا جماعه. يعني داليا ان شاء الله هتخسر ومصر ان شاء الله هتكسب. ومتابعك واحد في الدقيقه 38 ولسه 1-1 وان شاء الله كل التوفيق للمنتخب مصر. نرجع لاستاذ محمد، نرجع ليحيى وكنوز. وكنا بنتكلم قبل الفاصل في فريق العمل بقى. هل فريق العمل ثابت معاك في ثلاث اجزاء ولا تم فيه تغييرات؟ بفضل الله ان فريق عمل يحيى وكنوز ده من يعني كلمه سر في نجاحه.
ما شاء الله. اولا التفاهم في كيمياء زي ما بيقولوا، في نفسيات كويسه جدا. هي. المخرج استاذ محمد عيد، هو المشرف على الانتاج استاذ اسلام عبد الحكيم، المشرف على الدراما استاذ علا الشافعي طبعا. طبعا. المسؤول عن الجرافيك استاذ رامي عيد. كله ثابت. يمكن في ناس بتتغير كأعضاء فريق، لكن ماشي. الناس اللي مسؤولة عن الموضوع ثابتين. وده هو اللي ادانا بقى يعني ايه ميزة ميزة إضافية جامدة جدا، ان احنا سنة عن سنة بنفهم بعض، سنة عن سنة بنتجاوز الصعوبات اللي قابلناها. يعني لما بنختلف في وجهات النظر ونحاول نوحد وجهات النظر، احنا بندخل الموسم الجديد ناسين كل حاجة. ناسين فكرة الخلافات. ناسين فكرة ان احنا وقفنا قدام الحلقة دي قلنا دي لازم تتعمل بالطريقة الفلانية، لا لازم تتعمل بالطريقة الفلانية، وبنبدأ من اول وجديد شغل على الموضوع. فانا بالنسبة لي هم كلمة سر، يعني بداية من الاشراف على المحتوى والاشراف العام والاخراج وكل حاجة، لا هم بصراحة يعني مدخلاتهم في يحيى وكنوز، يعني انا كنت محظوظ بيهم. يعني الواحد بيبقى محظوظ لما يكتب حاجة كويسة يلاقي حد ينفذها له كويس. انتوا معاكم مخرج صوتي؟ طبعا لازم طبعا. لازم يبقى موجود معانا مخرج صوتي. لان الناس الانيميشن بيتعمل على اكتر من مرحلة. طبعا. زي اللايف بيبدأ من فكرة ما بعد الكتابة، فكرة الشخصيات ثم تحركها، ثم فكرة ان انت تدخل استوديو صوت زي اللي احنا فيه، وبنبدأ نأدي اداء صوتي علشان تبدأ تركبها على الشخصيات. هي. كان معنا من الجزء الاول طبعا نجوم كتير جدا، يعني استاذ اسعاد يونس واستاذ اشرف عبد الباقي واحمد طبعا. السقا واحمد العوضي، وطبعا النجوم الاساسيين بقى عصام السقا صديقي، يعني سامي مغاوري بقول له مبروك كمان على مسلسل صدفه السنه دي. صحيح. ومعانا الولاد الصغيرين، معانا اياد ومعانا بوسينا ومعانا استاذ علاء مرسي طبعا عامل دور كبار معانا السنه دي. استاذه ليلى عز العرب لا تحيه عامله دور هايل جدا، سنه جميله. معانا ياسر التوبجي، معانا ناس جميله جدا. يمكن كل سنه الموضوع بيتغير حسب الشخصيات. السنه اللي فاتت كان معانا محمد ثروت في شخصيه الدكتور عجيب. فانا بالنسبه لي الفريق بتاع يحيى وكنوز تحديدا، يعني انا واحد من الناس محظوظ بيهم جدا. صحيح. ودايما جبت سيره الفريق وجبت كمان سيره استاذ علا الشافعي. علا انسانه شاطره جدا بصرف النظر ان هي كاتبه صحفيه شاطره ونجاحاتها طبعا والكلام ده كله، ولكن هي من الداعمين ليحيى وكنوز قوي. هي حابه الموضوع، هي حابه الفكره، حابه تشوف ولادها هيبقوا ازاي. فهو ده واضح انه منقول من اشرافها على الموضوع، ان هي مش بس بتشرف على عمل من اعمال المتحده، لا هي حابه الموضوع قوي. يا استاذه علا مشرفه على يحيى وكنوز من ايام ما كان نص ورقه. صحيح. بمناسبة الفكرة بتاعتها من أول الفكرة كنت لسه هسأل حضرتك. هو الفكرة كانت عبارة عن يعني فويس مسج على الواتساب 8 ثواني ما بيني وما بين إسلام عبد الحكيم اللي هو المشرف على المشروع، واللي بالنسبة لنا برضو هو واحد من أو هو صمام أمان للشغلان. بعدها بقى نص ورقة، يعني الموضوع كله كان معالجة بسيطة جدا. فكرة التعويذة وفكرة كلمة السر اللي هي اترعاء وفكرة كذا وفكرة كذا. بعد كده بقى أستاذة علا بدأت تبقى موجودة وتشرف على المشروع وتختار اختارت المشروع ده من وسط حاجات تانية كتير. هي. بدأنا يبقى في شغل. أنا أول موسم ما كنتش لسه تشرفت بيها، ما كنتش لسه عرفتها. بعد كده يعني بصراحة لا، يعني هي على المستوى الإنساني وعلى المستوى المهني هي إضافة كبيرة. شاطرة إضافة أضافت لنا يعني طبعا. يعني بتلفت نظرنا لحاجات بعد قراية الورق بالنسبة لنا لما برجع أعدلها بتبقى ممكن الحاجات دي تبقى تفاصيل الصعوبة بتاع التفاصيل جدا فيعني تبقى حاجات متوقعاش إن تيجي من مشرف عام. لا مش محتوى بس، بصورة هنا مثلا الجملة دي أنا عاوز أشوف عليها في الحلقة كذا يفضل كذا. فهي بتقدم لك طريقه يعني طريقه بصراحه ممنهجه جدا. يعني مشرفه على الدراما كما قال الكتاب، وخاصه انها بتقدمهاش كمان بصيغه اوردر، هي بتقدمها من صيغه نصايح، عارفه مين المؤلف وعارفه قيمته وعارفه المخرج وعارفه كل حاجه، بس بتقدمها بصوره نصايح لخبرتها بقى ومهنيتها، فبتطلع النصايح دي صح بالظبط. وعشان هي بتهتم قوي تقرا، وعشان هي بتتعامل بروح الفنانه. صحيح. يعني فكرة ان الفن ما الفن عادة ما فيهوش فكرة لازم تعمل طبعا، يعني هي وجهات نظر بنقرب لبعض لغاية ما نقدم افضل حاجة. فهي بتتعامل بالروح دي، وبناء عليه بصراحة كلنا مرتاحين.
سواء بقى استاذ علا، سواء استاذ اسلام، سواء استاذ محمد عيد، استاذ رامي عيد. استاذ رامي عيد بيقدم دور خرافي في موضوع الانيميشن. يعني فريقه بيتطور، لسه كنت هقول لك ده بيتطور كل شهور، فانه يبقى متابع ويعمل ابديت زي ما دانيا بتقول، لا ده طبعا مش سهل. استاذ محمد عيد لانه هو كمان منتير طبعا جدا جدا. انا عجبني قوي كلام حضرتك عن التيم ورك او فريق العمل. انا تعرفي نجح ليه؟ يعني بتتكلم يعني بالقلب. مفيش اسم ما اتقالش. لا ولو اقدر اقول اسامي كل الناس اللي عتتر اعمل كده، لان هم ده اللي نجحكم الحمد لله. لان هم ليهم فضل كبير جدا. البني ادم بيبقى محظوظ ان هو يعني بالمجموعه اللي حواليه يبقى في بيئه حاضنه لافكاره. تبقى البيئه دي بتطلعه لقدام، لانه عادي جدا ان لأن انت كلمت عنهم اكتر ما كلمت عن حضرتك كمؤلف. طبعا طبعا يعني لازم يعني في ناس بتقعد يقول لك انا وانا وانا عملت. لا 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 هو المؤلف هو رب العمل بالظبط. استاذ محمد بيتكلم عن لا والله وحتى انا حتى ده قوي يعني انا فعلا ما بعرف يعني حتى شغلي ما بعرفش اكتب. هو بيعمل شغل حلو وعيش وانت بقى نجح اللي حواليه. لا وهم اصل هم يستاهلوا ده فعلا يعني. والله انا مش بجامل اي حد فيهم. لا والله شابوه يعني فريق عمل ناجح وحضرتك يعني بتتكلم عنهم بمنتهى الحب فعلا. هم حبايبي وانا بوجه لهم تحيه كبيره جدا يعني. طيب خلصنا بقى كده يحيى وكنوز وعمل ناجح طبعا، وزي ما قلت حضرتك عمل ثري جدا للاسره كلها. واتوقع له هو استاذ محمد بيحب توقعاتي، هو لسه في اجزاء تاني. هو مش بيجي ده خارج ان شاء الله. حلو علينا جدا في اول جزء. اول دخله عملتها كانت معاه حبيبي ده شرف ليا. قبل كان 3 4 حلقات من الجزء الاول. طب كده نقدر نقول ان في جزء رابع ان شاء الله. لا لا ان شاء الله على وش خيري. ده عمل مكمل شرح لنجاحه لازم تكمل بيه للعصر الحالي يعني. هيبقى رهيب يعني. اتمنى من كل قلبي، بس طبعا دي حاجه يعني امور انتاجيه بقى يعني. اتمنى ان شاء الله ميسره باذن الله. ان شاء الله بأمر الله. نروح بقى لعمل تاني ناجح جدا طبعا، مسلسل نوره بالتعاون مع المجلس القومي للمراه. كلمنا بقى حضرتك عنه. نوره ده تحدي كبير قوي. اولا لان المشروع بدا متاخر شويه. ثانيا علشان هو انا بالنسبه لي هو اول دراما اجتماعيه انيميشن تقدم في مصر. تمام. فكره ان انت طول الوقت بتهتم بالدراما الاجتماعيه بس على مستوى الصوره العاديه الكبار. لازم المسلسل اللي فيه انيميشن او كرتون يبقى فيه مغامره، يبقى فيه حاجه مش شبه اللي احنا عملناه خالص. فالحمد لله يعني نوره كان بالتعاون مع المجلس القومي للمراه. هم عندهم الشخصيه، هم عندهم نوره هي شخصيه. عندهم طبعا عروسه واتعمل عليها فعاليات كتير. كان اول اجتماع حضرناه انا واستاذه سماح ابو بكر، بوجه لها تحيه كبيره. هي مشرفه على الدراما ومشرفه على الدراما الخاصه بنوره يعني. قعدنا اتكلمنا ممكن نقدم ايه، ممكن نروح لفين، ما يبقى تبقى دراما ممتعه وفي نفس الوقت في قضايا حيويه جدا. لما جيت بقى كتبت المعالجه بتاعت نوره، كان اهم حاجه عندي ان هي تبقى لسان الفتيات اللي في جيلها. الصوت اللي مش مسموع اللي بالزبط. دايما البنات في السن ده يقولوا احنا صوتنا مش مسموع. نوره عندها كمان حاجه بتميز الجيل ده كله، احلامها دايما سابقه خبراتها. احلامها دايما سريعه، عايزه تعمل كل حاجه، بتلعب رياضه وعايزه تبقى بلوجر وعايزه تبقى كذا وعايزه تبقى كذا طول الوقت مشغوله. تبقى ايقونه لاولادنا يعني. تعلم اولادنا حاجات جميله ومفاهيم جميله. الحمد لله طول الوقت يعني. نوره مسلسل دراما اجتماعيه. احنا بندخل البيت وبندخل المدرسه وبنعرف علاقات الاولاد في السن ده شكلها عامل ازاي. تحدياتهم ازاي، الاب والام بيتعاملوا، مشاكلهم في المدرسه. تعاملنا مع قضايا حيويه بقى زي زواج القاصرات، زي الابتزاز الالكتروني، زي فكره السوشيال ميديا اللي مسيطره على عقل الناس. طبعا. وفكره طبعا. الربح السريع. وان انا ليه هشتغل، طب ما انا ممكن اكسب من لو ده. دي بقت فكره شباب كتير. ده بقى النور، هشتغل على السوشيال ميديا وهكسب فلوس كتير. بالظبط. اشتغلنا يعني قعدنا كتير قوي عقبال ما بدانا نوصل لتيمة تعجب. صعب قوي يا حميد، لان هي مش معالجه دراميه، دي معالجه مشاكل حياتيه. بالظبط. الموضوع صعب قوي. ازاي هتقدمها؟ ورحنا فعلا بالمعالجه وجينا كذا مره. لحد ما دكتور مايا يعني لقيت ان الموضوع بقى تمام، بدانا نكتب. وبدانا بقى نشتغل. نشتغل انا ودكتور استاذه سماح والحمد لله يعني. يعني حضرتك قدمت للاطفال او مش للاطفال بقى، للاطفال وللشباب. بالزبط. التاريخي والاجتماعي الحمد لله.
والاجتماعي مهم كمان قوي، لان هو احنا عندنا قضايا كتير ممكن على فكره انت وانا ما نعرفش نعملها مع اولادنا، ما نعرفش نقدمها لهم، بس ياخدها وياخد الفكره وياخد المسار الصح من عمل درامي. فهم كويس قوي ان هم بيساعدونا في ده، خلي بالك هو بيساعد كل الاسره كده. الحمد لله. محمد الساعه جريت معاك كالعاده، يعني ما بيكفكش ساعه، انت لازم تقعد معانا وقت طويل جدا على نجاحاتك وعلى اعمالك وعلى معالجاتك. نورت راديو 90 وكل سنه وانت طيب. اتشرفت بيك والله ومبسوط جدا ان انا كنت معاكم النهارده. نورتني يا استاذ محمد، نورتني. استاذ محمد عدلي طبعا الكاتب والمؤلف، نورنا النهارده في اول ساعه من استوديو 90 وكنت موجود معاكم انا وداليا كل يوم ثلاثة.